السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض شرح برنامج الباوربوينت للمحاضرة الثانية. كنا أخذنا في المحاضرة الأولى شرحنا قائمة فايل، شرحنا القوائم اللي فيها كلها، وكنا عرفنا اللي فوق ده اسمه شريط الوصول السريع، وعندي فوق شريط العنوان، وعندي تحتيه على طول ده اسمها شريط القوائم، واللي تحته اسمه شريط الأدوات، واللي تحت خالص اسمه شريط الحالة. شريط الحالة كنا قلنا برضو لو عايزين نشتغل نكتب في برنامج الباوربوينت، ما ينفعش اكتب في مكان بره، لازم داخل الصندوق اللي هو محدده عندي. فلو جيت ضغطت على، انا مش ضغط عليه حاليا، فكل الاوامر اللي عندي مش متفعلة. لو ضغطت عليه هلاقي الأوامر اللي عندي اتفعلت. نيجي مثلا نجرب، أنا كتبت حاجة زي كده مثلا. احنا قلنا نوع الخط زي اللي خدناه في برنامج الوورد، نوع الخط بجيبه من هنا، بختار نوع الخط اللي أنا عايزه. دي كلها أنواع خط مختلفة. لو بكتب حاجة بالعربي قلنا بختار حاجة اسمها أبجد هاوس. أبجد هاوس دي مختصة بالخطوط اللي هي باللغة العربية، تمام؟ طيب أنا حاليا عرفت بقى نوع الخط، عايز أعرف الحجم. الحجم من الرقم اللي جنبه 60 مثلا أهو، أكبر وأصغر في الحجم زي ما أنا عايز. أنا بختار حجم الخط. طيب عايز رقم أكبر من 96 الموجود عندي هنا، بختار مثلا أكتب هنا يدوي، كتبت 100، اللي ظهر اللي ظهر معايا حجم الخط. قلنا برضو حرف الايه ده بيكبر حجم الخط، والايه اللي جنبه بيصغر حجم الخط. طيب تحسين ان الخط رفيع شوية، انا عايز اتخن الخط من حرف البي اللي هو البولد، الاي بتميل الخط، اليو بتحط خط تحت الكلمة، الاس بتعمل لي شادو او تظليل حوالين الكلام اهو بنفس الشكل كده، الـ ABC بيعمل لي خط في وسط الكلام. لو جيت في حاجة اسمها الـ AV، ايه اللي حصل؟ خاصة بإيه؟ بالبعد ما بين كل حرف والتاني أهو، خاصة بالحروف. الـ AA، الـ AA مثلا لو اخترت حالة اسمها الـ Lower Case بيخلي لي كل الحروف اللي باللغة الإنجليزية بيخليها لي سمول، لو اخترت ابر كيس بيخليها لي كلها كابيتال، لو اخترت كابيتالايز ايتش وورد معناها بيخلي لي اول حرف من كل كلمه كابيتال، اما لو جيت اخترت اخر حاجه بيخلي لي اول حرف سمول والباقي كابيتال. حرف الايه اللي جنبه خاص بلون الخط. عايز الوان اكتر بختار مور كلر، اختار من هنا الالوان اللي انا عايزها، او في الستاندرد فوق اهو بختار اللي انا عايزه، بعد كده بدوس اوكي. طيب في حاجة اسمها الاي دروب، الاي دروب اللي هي القطارة، يعني مثلا انا عندي تحت كاتب اسم زي ده، او كاتب حاجه زي كده، رحت حددتها وخليت لون الخط مثلا اخضر، وضخمت وميلت خط تحت الكلمه وتظليل، رحت وقفت مثلا هنا عليها
ورحت اخترت اي دروب، اخترت مثلا اللون الاخضر، انا عايز اللون الاخضر ده احطه على اللون الاحمر اللي فوق، اروح اضغط برضو عليه. انا بعد ما اخترت الاي دروب ظهر معايا في الريسنت، كولر الالوان الاخيره اللي انا مختارها اهي، واخدين بالكم اهي. طيب حلو خالص، هنا بلاقي ان الاوامر مش متفعله عشان انا مش ضاغط على البوكس او الصندوق اهو، ضغطت عليه تاني. طبعا انا عايز امسح كل الشغل انا عملته، حدده واختار حاجه اسمها الاريزر او الكلير اول فورماتنج، انا عايز اشيل كل التنسيقات او كده، شل كل التنسيقات رجعها لي زي ما كان في الاول. طيب حلو، الصفحه قلناها اسمها سلايد، انا خلصت منها عايز اعمل سلايد جديده او صفحه جديده، اختار حاجه اسمها نيو سلايد، بختار اشكال السلايد، عندي التايتل سلايد اللي هي شريحه العنوان اللي انا شغال عليها، عندي التايتل اند كونتنت، اكتب هنا العنوان، وهنا لو عندي المحتوى، لو عايز جدول اضغط هنا على علامه الجدول، عايز شارت اللي هو رسم بياني اضغط على علامه الرسم البياني، عايز المخطط التفصيلي على علامه المخطط التفصيلي، عايز صوره اضغط على علامه الصوره، عايز فيديو بضغط على علامه الفيديو. لو جيت ضغطت مثلا على سمارت ارت هنا ظهر معايا المخطط التفصيلي اهو. انا واقف هنا وعايز اعمل سلايد جديده من نيو سلايد برضو، وبختار السلايد اللي انا عايزه اهي، دي كلها اشكال سلايدات. لو عايز اعمل تكرار للسلايد بختار حاجه اسمها دوبليكيت اللي هو تكرار. طب لو اخترت حاجه اسمها سلايد سفور اوت لاين، لو عندي تمبلت جاهزه على الجهاز وعايز اجيبها على احطها على الباوربوينت على السلايد اللي انا عندي. ريوز سلايد، لو عايز ادرج سلايد. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها لي اوت، اللي هي تخطيط، انا واقف في السلايد دي اللي هي خاصه بالتايتل سلايد شريحه العنوان، وعايز اعمل لها تبديل، عايز اشيلها واحط مكانها واحده ثانيه، مش عايز ازود سلايد ثانيه، بختار حاجه اسمها لي اوت، وبختار حاجة اسمها تو كونتنت. يبقى لو عايز انشئ سلايد جديدة بختار نيو سلايد، اما لو عايز اعمل ريبليس او استبدال السلايد اللي انا عملتها من لي اوت، طيب في حاجه اسمها ريسيت، انا واقف هنا دوست على الريسيت. طب لو جيت جربت مثلا عملت سلايد ثانيه اهي، نيو سلايد، دوست على ريسيت، ما عملش حاجه عندي. اخترت السكشن، لو عايز اضيف اد سكشن، لو عايز اضيفها داخل سكشن او مقطع زي ما بيقولوا داخل مقطع، دي اللي هي السلايدز. هنا الكوبي لو عندي كلمة مثلا هنا زي محمد وعايز اعمل لها نسخ بختار كوبي، واجي هنا بختار
عايز اخدها قط، واروح على حاجه اسمها قط او قص. كده انا شلتها من المكان اللي هي فيه، اروح مثلا مكان محمد اعمل لها بيست. كده حطها لي مكان محمد. انا مثلا جيت هنا كتبت اسم زي محمد وغيرت اللون وظبطت التنسيقات بتاعته، في حاجة اسمها فورمات بنتر او نسخ التنسيق. اول ما ضغطت عليها ظهر حاجة زي علامة الفرشة، فضغطت عليها كده حدد لي اللون. ضغطت على الاسم الثاني عمل لي نفس التنسيقات بتاعته، وبدست على فورمات بنتر وضغطت على اسم ثاني. بس الاول لازم اضغط هنا واختار فورمات بنتر. لما اجي اروح على الاسم الثاني وضغطت عليه فكده نسخ لي التنسيق اللي انا عملته. السكشن لو عايز اضيف مقطع، عايز اضيف مقطع، عايز احط الحاجه دي داخل مجموعه الريسيت اللي هي استعاده او اخر حاجه انا عملتها. تمام. طيب هنا شايفين ان اسم محمد في البوكس جاي من تحت خالص، فهو هنا جاي في المنتصف، عايز اخليه ناحيه اليسار وناحيه اليمين اهو، ناحيه اليسار اللي هو الاين ليفت. الخاص انا مثلا عندي هنا اسم محمد وجيت كتبت تحت اسم تاني وكتبت تحته اسم تالت، وعايز اعمل تعداد نقطي احط نقاط قبل الكلام ده من حاجة اسمها البليت اهي. هدوس باك سبيس وبعد كده ادوس انتر، المفروض تعمل معايا. كتبت اسم محمد، اكتب بعد كده كنترول زد اللي هي الريسيت. الريسيت بيعمل لي استعاده للحاجه اللي قبلها. طب لو عايز احط قبل الكلام ده ارقام، اختار حاجه اسمها نمبرنج، اختار الارقام اللي انا عايزها. عندي مثلا احنا قلنا عشان احط قطعه جاهزه داخل الوورد يساوي رنت، افتح القوس واقفل القوس. نفس القصه في الباوربوينت اهو، حط لي قطعه جاهزه. في حاجة اسمها جاستيفاي دب، بيساوي المسافات البادئة بالمسافات النهاية. يعني لو جيت اخترت هنا جاستيفاي سواء البدايات بالنهايات، جاستيفاي لود نفس القصة، بس جاستيفاي لود خاصة بالمسافة ما بين كل كلمة والتانية. هنا بقى حاجة اسمها لاين سبيسنج اللي هي المسافات البينية ما بين كل سطر والتاني. بس واخدة بالها المسافة بين كل سطر والتاني بتكون قد ايه. هنا اللي هي التكست دايركشن، اتجاه النص. لو بكتب في الباوربوينت او في الوورد بكتب كلام انجليزي اخليه من الليفت تو رايت، اما لو بكتب عربي اخليه رايت تو ليفت، من اليمين لليسار. طيب من اليمين لليسار. هنا لو عايز اخليها عمود واحد زي ما هي معموله دلوقتي، عايز اخليها عمودين تو كولوم، ادي خليها لي عمودين. عايز اخليها ثلاثه 3 كولوم. ثلاث اعمده، عمود التالت
الثاني الثالث. أو بنفس القصة كده. هنا التكست دايركشن اتجاه النص هوريزنتال، لو عايز افقي بالشكل ده عايز اعمل له تدوير 90 درجة اهو بنفس الشكل، عايز اعمل له تدوير 270 اهو، عايز اعمل له حاجة اسمها ستيج حط لي كل كلمة تحت التانية بنفس الشكل. لو جيت اخترت حاجة اسمها المور اوبشن اهو بيقول لي الفيرتيكال الاينمنت اللي هي المحاذاة عايزها ايه المنتصف ولا عايزها التوب في الاعلى ولا ايه بالظبط، ولا الميدل سنترنج ولا البوتوم، انا بختار اللي هي المحاذاه الرأسيه. اما التكست دايركشن هو اتجاه النص. طيب انا اللي يهمني الليفت مارجن اللي هي الهامش اللي هو ناحيه اليسار، وهنا الهامش اللي هو ناحيه اليمين، وهنا الهامش اللي ناحيه الهامش اللي هو الاعلى، وهنا الهامش الاسفل. ده اللي هو التكست بوكس. جيت اخترت هنا مثلا ده يشتغل على الحاجات التانية، هنعرفها بعدين نشرحها بالتفصيل، نشرح الحاجات التانية دي بالتفصيل. الالاين تكست النص نفسه اللي انا كتبته، يعني مثلا جيت مسحت حاجة زي كده كتبت هنا محمد، الالاين تكست لو عايز اخليه في المنتصف منتصف الصندوق اختار ميدل، عايز اخليه في الاعلى توب، في الاسفل بوتوم. لو جيت دست على حاجه اسمها كونفيرت تو سمارت ارت، ان انا عايز احول الحاجه اللي انا عملتها او النص اللي انا عامله لمخطط تفصيلي، بختار من هنا اهو ده شكل المخطط التفصيلي، ده شكل المخطط التفصيلي. هلاقي بعد كده في حاجة اسمها الدروينج اللي هو الرسم، المربعات الصغيرة في الجنب دي بصغر منها زي ما انا عايز اهي، دي اكبر اهو، عايز اعمل تدوير امسك اللي فوق واعمل تدوير. عايز اصغر بس بمسافات متساوية، لما اجي اضغط على اي دايرة فيهم ادوس على شيفت من الكيبورد اهو الاقيه بيصغرها لمسافات متساويه. حتى في ميزه في الباور بوينت، لو انا جيت مثلا حاولت على قد ما اقدر احول الصندوق هاجي كده هاجي هلاقيه في النص عمل لي خط اهو، معناه ان ده المنتصف. طب نزلت تحت شويه اهو، معنى كده قال لي ان هو كده قاعد في منتصف السلايد، في منتصف الصفحه بالظبط. هنا بعد كده في هتلاقوا في اشكال اهي، الاشكال دي لو هنا الاشكال اللي انت عايزها. دي كلها اشكال ممكن تختار منها زي ما انت عايز. الرينج اللي هو الترتيب دي خاصة طيب. لو جيت وقفت على الصندوق دي فظهر معايا مربع اسمه كويك ستايل اللي هو ستايلات سريعة، شايفين لما باجي اختار بيغير لي شكل الصندوق اهو، اختار اي حاجة كده بيغير معايا الشكل. انزل تحت في اشكال تانية كتيرة. طب الشيف فيل اللي هو لون التعبئة لو عايز اغير اللون، نو فيل لو مش عايز اعمل لون، لو عايز لون اكتر مور كلر، لو عايز الصندوق ده يبقى كصورة يبقى انا عامل صندوق بس عايز احط جواه صورة بنفس الشكل بنفس التقويصة.
جابها لي على ايه؟ جابها لي على الصندوق اللي انا عامله. جيت هنا في الدايره مثلا واخترت حاجه اسمها الشيف فيل، واخترت البيكتشر، واخترت الصوره مثلا زي دي، فكده عملها لي حوالين الصوره اللي انا عايزها. هنا النجمة نفس القصة، الشيف فيل بيكتشر، اختار الحاجة اللي انا عايز وعملها لي حوالين النجمة. الشيب اوت لاين الحدود الخارجية للشكل، لو اخترتها مثلا اهي لون اسود، الوايت اللي هو الوزن بتاعها، شايفين اهي نفس الشكل ده. الشيب افكت التأثيرات، في حاجة اسمها بيرست، يعني خلينا مثلا نجيب الشكل ده هنا، وجيت هنا في الشيب افكت، دي كلها تأثيرات مختلفة. في الشادو بيعمل لي تظليل اهو، تظليل حوالين الشيب. الريفليكشن اللي هو زي المراية، بيعمل لي مراية للشكل. الجلو بيعمل لي توهج حوالين الشكل، او لو اخترت جلو اوبشن اعدادات التوهج اهي، دي كلها الوان. مثلا اخترت اللون الاحمر، السايز اللي هو الحجم بتاعه، اكبر زي ما انا عايز، ترانسبيرنسي اللي هو الشفافيه اهو، شايفين الشفافيه اهو، نفس القصه. طيب عايز اختار سوفت ايدج اللي هي حواف ناعمة. طب لا اختار البيفل، لو جيت اخترت البيفل دي اشكال برضو مختلفة ليه. اخترت الثري دي روتيشن اللي هي ثري دي، تدوير ثري دي، شكل ثري دي زي ما انتم شايفين. هنا الداش لاين، شايفين الخطوط الخارجيه، لو جيت اخترت شيب اوت لاين عايز اعمل الخطوط الخارجيه لاين، حاجات منقطه اهو. عايزين مور لاين، اخترت مور اهو. اختار هنا كولر احمر مثلا، والداش طيب نوع الداش، ادي اشكال مختلفة مثلا. الكومباوند طيب لو عايز اعمل خط مضغوط او خط مدمج وهكذا. طيب هنا جريد لاين اللون اللي انا مختاره عايز اعمل له لون متدرج زي كده. طيب لا انا عايز اعمل له تيكتشر، تيكتشر بيدينا اشكال تانية زي دي، دي كلها اشكال مختلفة التيكتشر. طيب هنا الفايند اللي انا لو بدور على حاجة داخل الباوربوينت، اول ما اضغط عليها ظهر معي بيقول لي انت بتدور على ايه، يعني مثلا بدور على كلمة محمد، ومالي التظليل حوالين كلمة محمد. طيب لو عايز اعمل لها استبدال ادوس على ريبليس، عايز استبدل محمد مثلا باحمد اهو، يبقى هنا فايند وات انا بدور على ايه، ريبليس ويز انا عايز استبدلها بايه، وادوس على بعد ما عايز استبدلها ظهر عندي حاجة اسمها ريبليس وريبليس اول. ريبليس لو عايز اعمل استبدال، لو عندي مثلا في الباوربوينت 50 اسم محمد، انا عايز استبدل اول اسم بس، اختار ريبليس. اما كل الاسماء الموجوده في السلايد ادوس ريبليس اول، فكده استبدل لي محمد باحمد. نفس القصه لو دوست على ريبليس، سيلكت لو عايز اعمل تحديد لكل الحاجات الموجوده في السلايد، عايز اعمل تحديد لحاجه معينه، عايز اعمل تحديد لنقطه معينه،
اهي خفيتها كده، انا خفيت الصورة ظهرتها تاني. لو عايز اخفي حاجة من الحاجات اللي انا عملتها من فين، من سيلكت، وبختار سيلكشن بين. سيلكشن بين بيظهر معايا كل الحاجات او الاجزاء اللي انا حطيتها داخل الباور بوينت. اعتقد اول قائمة اللي هي هو ما فيهاش اي مشكلة، اللي هي الصفحة الرئيسية. جينا اتكلمنا في القائمة التانية اللي هي قائمة insert، من اسمها insert اللي هي ادراج. insert اللي هو ادراج. بس قبل ما ادخل على insert، انا بلاقي في ناحية اليسار هنا ظهر معايا الاستعراضات اللي عندي او الصفحات اللي انا فتحتها. لو ضغطت على واحدة فيهم كليك يمين ظهرت معايا قائمة كبيرة. عايز اختار نيو سلايد، اعمل سلايد جديدة، اختار نيو سلايد. عايز اعمل لها تكرار، دوبليكيت. عايز احذفها، ديليت. عايز اضيفها في مجموعة او سيكشن، اختار اد سيكشن. عايز اغيرها استبدلها خالص من لي اوت. ريسيت اللي هي يعمل لي استعادة. فورمات باك جراوند اللي هي خاصة بالخلفية بتاعت الصفحة. هو انا بيقول لي بيضة، انا ممكن اغيرها اخليها مثلا باللون ده اهي. فكده لو ضغطت كليك يمين واخترت فورمات باك جراوند اختار الشكل اللي انا عايزه، هذه الخلفية اللي انا عايزها. الهايد سلايد، لو عايز اخفي سلايد، معنى ان هو عمل لي الشرط على الرقم معناه ان السلايد في العرض لما اجي اعرض السلايدات اللي عندي هيخفيها لي. عامل لي شرطة على الرقم، معنى كده ان هو خاف السلايد معايا. طيب عايز اظهرها تاني، اضغط عليها واشيل العلامة من هايد سلايد. نيو كومنت، لو عايز اعمل تعليق على حاجة معينة او على السلايد دي عايز اعمل لها تعليق. لو عايز اعمل كرييت هنا في الستوري بوردنج، لو عايز اعمل كرييت لي لا كرييت لا، فبيقول لي اللي اوت او المخطط اللي انت عايزه اسمه ايه. اسمه مثلا محمد، دوست اوكي. ده بالنسبة للسلايدات نفسها. لو جينا دخلنا على القائمة التانية اسمها انسيرت او ادراج، في هنا امر اسمه نيو سلايد، سلايد جديدة. في الانسيرت برضو اول امر عندي نيو سلايد، نفس الامر اخترت امر زي ده. بعد كده في حاجة عندي اسمها التيبل، لو عايز اضيف جدول هنا بحدد الجدول اللي انا عايزه. انا المربعات اللي هي خاصة بالصفوف والأعمدة. طب لو عايز احط انا حاجة من عندي، اكتب انا عدد الصفوف وعدد الأعمدة، اختار insert table. بيقول لي number of column عدد الأعمدة، اقول له 4 أعمدة مثلا. بعد كده number of row عدد الصفوف، اقول له 3 وادوس على اوكي. فكده عمل لي 4 أعمدة وثلاث صفوف. برضو عندي لو عايز اعمل درو للتيبل ارسم جدول، اهو انا كده برسم. اجي برضو على الانسيرت اختار درو ارسم الحدود بتاعته. فبرسم زي ما انا عايز الجدول.
الاكسل سبريد شيت، لو ضغطت عليه هيفتح لي شيت الاكسل، هيفتح لي شيت الاكسل. بنفس الشكل كده الجدول اللي انت عايزه، اللي عايز تعمله على الاكسل اهو، عايز تكبره كبره من النقاط اللي في الجنب دي، كبر اهو. في نقاط مربعات سوداء هكبرها منها. فتح معايا لو قال لي لو انت عايز تعمل الجدول من شيت الاكسل اهو، نفس الشكل كده تعمل اللي انت عايزه. لو جيت ضغطت على الجدول ظهر معايا قائمتين فوق اسمها ديزاين ولي اوت. ديزاين ظهر معايا الستايلات. هنا لو جيت اخترت مثلا شلت علامة الصح من الهيدر رو، فشل لي شكل الهيدر اللي موجود فوق، تلاقوا الهيدر متظلل فوق، الهيدر اللي هو رؤوس الجدول اللي عندي. طب التوتال رو علمت عليها علامة صح فعمل لي تظليل، وبعدين كلها خاصة بالستايلات اهي، فيرست كولوم، لاست كولوم، البندد كولوم، دي كلها خاصة بالتنسيقات او الستايلات بتاعة التيبل. هنا في التيبل ستايل دي كلها ستايلات مختلفة اهي، نختار منها اللي انا عايزه. الشادنج لو عايز اعمل اغير اللون، انا واقف مثلا في السل دي او الخليه دي عايز اغير اللون بتاعها، من الشادنج اختار اللون اللي انا عايزه. وقفت هنا مثلا عايز اغير اللون من الشادنج وبختار اللون اللي انا عايزه. طيب انا واقف هنا مثلا وعايز اعمل لها بوردر حدود، عايز الحدود الكل ولا الحدود الخارجية فقط، ولا التوب اللي هو من الأعلى، ولا البوتوم اللي هو أسفل، ولا الليفت ناحية اليسار، ولا الرايت ناحية اليمين، ولا عايز ايه بالظبط. لو دوست اول بوردر كده عمل لي حدود لكل الخلية الموجودة عندي. جيت للخلية دي واخترت مثلا من هنا اول بوردر، عمل لي حدود لي. لو دوست على الافكت تأثيرات خاصة بكل خلية اهي، الشادو يعمل لي تظليل ليه، الرفليكشن لو عايز يعمل لي مراية لل اهي، خاصة بالتيبل. طب الكويك ستايل خاصة بالكلام الموجود في الداخل، يعني جيت كتبت هنا مثلا اسم زي محمد، جيت حددته، فالكوك ستايل خاص بالكلام الموجود في الداخل اهو. هنا الاي دي اللي هو تكست فيل، لون التعبئه، اللون نفسه بتاع الخط. حدده الاول، تكست اوت لاين الحدود الخارجيه بتاعه النص، هنا برضو تكست في التاثيرات مختلفه الكلام. الشادو لو عايز اعمل له تظليل زي كده اهو. طيب لو عايز اعمل له ريفليكشن مرايه، بلو لو عايز اعمل له توحش اهو. هنا في الدرو تيبل لو عايز ارسم جدول اهو، ارسم اللي هو جدول زي ما احنا اخدناه من قائمة انسيرت وتيبل، وبرسم الجدول اللي انا عايزه. هنا بقى ايه لو عايز اعمله الجدول اللي انا برسمه، عايز اعمله منقط زي كده اهو، بغير من هنا من البين ستايل. هنا السمك نفسه بتاع الخط، شايفين اللي بيحصل، السمك نفسه. هنا اللون نفسه، اللون بتاع الجدول اللي انا هرسمه. الاريزر الاستيكه لو عايز امسح اللي انا عملته اهو. ضغطت عليه كده مسحته اهو، اروح على الاريزر اضغط عليه ضغطه كده انا مسحته، مسحت اللي انا عايز امسحه.
لو ضغطت على التيبل تاني اهو، انا خلصت قائمة ديزاين، في قائمة اسمها لي اوت اللي هي تخطيط. قلنا سيلكت لو عايز اعمل تحديد للتيبل كله، بعد كده سيلكت كولوم لو عايز اعمل تحديد للعمود، بعد كده سيلكت رو لو عايز اعمل تحديد للصف. الفيو جريد لاينز بيظهر لي الشبكة البيانية اللي بتكون موجودة في الجدول. الخطوط الديليت لو عايز احذف عمود كولوم، لو عايز احذف رو صف، لو عايز احذف الجدول كله. الانسيرت ابوف لو انا واقف هنا في الصف ده، الصف الاولاني، وعايز ادرس الصف فوقيه، اختار انسيرت ابوف. طيب انا واقف هنا وعايز ادرس الصف تحته، انسيرت بلو اسفل. طب لو واقف هنا عند العمود اللي فيه محمد، عايز ادرج عمود ناحيه اليسار، انسيرت ليفت. واقف هنا وعايز اعمل عمود ناحيه، اختار الرايت. جيت انا حددت الخلايا دي وعايز اعمل لها دمج من ميرج سيلز، فكده دمج الخلايا دي كلها في خليه واحده. طب انا عندي ادي خليه زي دي، عايز اعمل لها انشطار، او عايز اقسم الخليه دي، هي خليه عايز اقسمها لاعمده وصفوف، اختار حاجه اسمها سبليت سيل. يقول لي انت عايز فيها كم عمود، اتنين، وكم صف، واحد. دوست اوكي كده عمل لي في الخلية عمودين وصف. هنا الهاية الارتفاع بتاع والويتس اللي هو عرض الخلية. ديستريبيوت رو لو عايز اعمل توزيع للصفوف، توزيع متساوي. اما الديستريبيوت كولوم لو عايز اعمل توزيع للاعمدة، بيكون برضو توزيع متساوي. انا واقف هنا مثلا، الخلية دي كبرتها، اسم محمد حددته، رحت اخترت حاجة اسمها فوق المحاذاة المنتصف، المحاذاة ناحية اليسار، المحاذاة ناحية اليمين، بينزل لي تحت بيعمل المحاذاة هنا ناحية السنتر بس رأسي، هنا ناحية الالاين توب ناحية الأعلى، وهنا ناحية الأسفل. دول لو عايز الجدول نفسه، عايز اللي كان ناحية اليسار أخليه ناحية اليمين، وناحية اليمين أخليه ناحية اليسار. النص اللي داخل الجدول حددته، جيت كتبت هنا حاجة زي مثلا محمد، رحت دوست على تكست دايركشن. فهو احنا قلنا تكست دايركشن بيعمل لي تدوير او اتجاه النص نفسه. السيل مارجنز الهوامش بتاعت الخلية، الخلية نفسها الصغيرة هوامشها ايه. لو دوست على كاستم مارجنز، انا بحدد من هنا الهوامش اللي هي ناحية اليسار، ناحية اليمين، توب اللي هو أعلى، وبوتوم اللي هو ناحية الأسفل. تكست دايركشن اتجاه النص أنا عايزه ازاي، والمحاذاة الرأسية بتكون ازاي. بعد كده بدوس على أوكي. هنا احنا قلنا السيل سايز دي خاصة بحجم الخلية، أما هنا التيبل سايز خاص بحجم التيبل كله. في الهايت هنا بيكبر لي ارتفاع الجدول كله، اما الويتس بيكبر معايا عرض الجدول كله. في حاجه اسمها لوك اسبكت ريشيو، ضغطت عليها لو جيت تغيرت في الارتفاع بيغير معايا في العرض تلقائي لوحده. طب لو شلت علامه الصح من اللوك اسبكت ريشيو بيخلي لي الارتفاع لوحده بيتغير، مهما غير فيه مش هيغير في العرض. زي ما لكل الحاجات اللي انا عملتها عايز اخفيها اهي، انا بخفي كل شغلي. انا خفيت كل اللي انا
خليتش غير دي بس، ده في اللي هو سيلكشن بين. السيلكشن بين الالاين برضو المحاذاة، دي خاصة بالتيبل، اما خلوه ناحية اليسار اما في المنتصف اما ناحية اليمين اما في الاعلى اما في المتوسط اما في الاسفل، اما اعمل له توزيع هوريزنتال هوريزنتالي اللي هو افقي، اما اعمل له توزيع راسي. لو جيت مثلا في البيكتشر عملت ادراج لصورة زي دي، في حاجة اسمها البرينج فورورد والسند باكورد، وعندي الالاين وعندي الروتيت. الروتيت لو عايز اعمل تدوير للصورة. طيب لو اخترت مور روتيشن اوبشن، لو عايز احدد انا زاوية الدوران بختار من الروتيشن هنا زاوية الدوران مثلا 50، لو عندي صورة اهي ورحت مثلا في الانسيرت ادرجت صورة تانية، دي الصورة دي محطوطة قدام، عايز اخليها خلف اختار حاجة اسمها سند باكورد، خليتها في الخلف. عايز اخليها في الامام برينج فورورد، احضار للامام. كروب لو عايز اعمل قص بالصورة وهكذا. انا شفت الصورة ده الجدول، فدول الاتنين دول خاصين بالصور. طيب كده احنا عرفنا ازاي نعمل ادراج للتيبل. الحاجات دي كلها احنا شرحناها في الوورد وشرحناها برضو في الاكسل، اتمنى ان هي تكون خلاص اتحفظت مع الناس. هنا سكرين شوت لو عايز اخد سكرين للصفحة، ده غطى عليها فظهر معايا تظليل زي كده. انا عايز اخد سكرين شوت ليه؟ فبحدد مثلا الجزء ده بس، فراح عمله لي في الوورد في الباوربوينت. انا اسف، الفوتو البوم لو عايز تعمل البوم صور الفايل ديسك، بختار انا الالبوم اللي انا عايزه، ادي صوره ادي مثلا الثانيه، عايز صورة تالتة اخترت الصورة التالتة ودوست كريت انشاء، فكده عمل لي البوم صور اهو، بيقول لي الفوتو دي عمل لي البوم صور. تمام، ده اللي انا كنت عايز اعمل له البوم صور. بيكتشر لو عايز ادرس الصورة عن طريق الانترنت هختار اونلاين بيكتشر، لو عايز اعملها من اجيبها من جهاز this device اخترت دي اهي، كبر وصغر عادي من هنا. هنا في حاجة اسمها ريموف باك جراوند، لو عايز ازيل الخلفية. اول ما ادرج الصورة ظهر معايا قائمة اسمها فورمات من فوق، فعندي في حاجة اسمها ريموف باك جراوند، ازالة الخلفية اهو، بحدد من المربعات دي اشوف انا عايز ازيل ايه بالظبط. عايز مثلا اشيل دي حلو، ولو دست على علامة الصح كيب تشينج ايه اللي حصل؟ الحاجات اللي انا حددتها بس اتعملت. لو دوست على ريموف باك جراوند تاني، لو دوست على حاجه اسمها المارك اريا تو ريموف، في مناطق معينه انا عايز اشيلها، اضغط عليها واقول له انا عايز اشيل مثلا الحته دي، مش عايز اشيل، انا عايز اشيل مثلا الحته اللي فيها الشمع اهي، شيلها لي.
طب بيقول لي ديليت مارك، العلامات اللي انا عملتها لو عايز اشيلها اضغط بس عليها كده انا شلتها، اضغط بس عليها كده انا شلتها. طيب لو دوست على حاجه اسمها ديسكارد اول تشينج، ديسكارد اول تشينج معناها ان هو بيهمل لي كل التغيرات اللي انا عملتها، دوست عليها ارجع للصوره الاصلها تاني. الكوركشن تصحيحات بيديني اشكال مختلفة للصورة اهي. طيب الكلر نفس القصة، الارتستيك افكت برضو تأثيرات تانية مختلفة اهي. كومبريس بيكتشر لو الصورة حجمها كبير عايز اضغطه. طب لو دوست على تشينج بيكتشر انا ضاغط عليها، دوست فروم افايل اخترت حاجة زي كده، دوست اوكي بشل الصورة القديمة وحط مكان الصورة دي. طب ريسيت بيكتشر لو انا دوست عليها، معنى كده لو انا عامل اي تنسيقات او اي شغل على الصوره بيرجعها لي زي ما كانت في الاول. هنا البيكتشر ستايل، الستايلات المختلفه للصوره اهي، دي كلها اشكال مختلفه للصوره. طيب البيكتشر بوردر اللي هي الحدود نفسها اهي، الحدود الخارجيه بتاعت الصوره. هنا الويت اللي هو الوزن، وزن الخط الخارجي. طب لو عايز داش لاين اختار من هنا الداش لاين اللي انا عايزه. البيكتشر افكت دي تأثيرات مختلفة، نفس اللي خدناها في البوكس. شادو تظليل، ريفليكشن اللي هو لو عايز اعمل مراية للصورة، بلو لو عايز اعمل توهج حوالين الصورة، السوفت ايدج اللي هي لو عايز اعمل حواف ناعمه، البيفل، ال 3 دي روتيشن. لو عايز احول الصوره ل مخطط تفصيلي بيكتشر لي اوت اهي، حولها لي لمخطط تفصيلي. احنا قلنا هنا البرينج فورورد، لو عندي صورتين عايز اخلي صوره في الامام، رحت عملت انسيرت بيكتشر اخترت صوره تانية. عايز اخلي الصوره دي في الخلف يبقى سند باكورد اهي، عايز اخليها في الامام سند فورورد. سيليكشن بين كل الحاجات اللي انا حطيتها داخل الوورد، داخل الباوربوينت انا اسف، بيظهر لي وبيخفيها لي زي ما هو عايز. الاين المحاذاه زي ما قلنا، وروتيت لو عايز اعمل تدوير. طيب لو انا مثلا ضغطت على الصوره دي ودوست على كنترول وضغطت على الصوره الثانيه، فتح معايا امر اسمه جروب، ضغطت على جروب فعمل لي خلال الصورتين كلها كصوره واحده اهي، اظهرها لي كصوره واحده ازاي تاني اهو. على صوره روح دوست كنترول وضغطت على الصوره الثانيه، بس افضل دايس على كنترول. اختار جروب خليها لي كانهم كصوره واحده. الصورة دي عايز اعمل لها قص، اختار حاجة اسمها كروب اللي هو قص، حدد من المربعات اللي بالجنب، شوف انت عايز تقصها ازاي اهي، دوس في مكان فاضي بره كده قص الصورة.
هنا الهايت والويتس الارتفاع والعرض، الهايت اللي هو ارتفاع بتاع الصوره والويتس اللي هو عرض الصوره. في الكروب لو اخترت كروب تو شيب بيحول لي الصوره لشكل. زي ما انتم شايفين كده. الفيل نفس القصة. الاسبكت ريشيو احنا قلنا لو عايز اعمل ربط للارتفاع والعرض بنسبة 1:1 في السكوير لو كان مربع، طب لو عايز البورتريت اللي هو افقي عايزه بنسبة 2:3، بنسبة 3:4، بنسبة 3:5، بنسبة 4:5. لو عايز لاند سكيب احنا قلنا بورتريت اللي هو رأس، لاند سكيب افقي عايزه بنسبة 3:2 وهكذا. لو ضغطت كليك يمين على الصورة في حاجة اسمها تشينج بيكتشر زي اللي خدناها برضو في الفورمات. لو عايز اعمل تغيير للصورة سند فرونت اللي هو عايز عندي صورتين وعايز ارسل صورة للامام هختار برينج تو فرونت. لو عايز ارجعها للخلف اختار سند تو باك. السايز اند بوزيشن اللي هو الحجم والبوزيشن بتاع الصورة، عند الهايت الارتفاع، عند الويتس اللي هو العرض، عند الروتيشن التدوير، عندي السكيل بتاع النسبة بتاعت الارتفاع والنسبة بتاعت العرض وهكذا. ضغط كليك يمين على اختار نيو كومنت وعايز اعمل تعليق على الصورة دي. لو دوست على فورمات بيكتشر دي كلها تأثيرات مختلفة للصورة، جلو، ريفليكشن، شادو معك. ودوست على حاجة اسمها سيف از بيكتشر لو عايز احفظ الشكل ده كصورة. انا لو عايز اضيف نص عليه على الديسكتوب دوست اوكي، فاروح على الديسكتوب عمل ايه؟ حفظ لي الشكل عملته كصورة. هضغط كليك يمين بعد كده اختار سيف از بيكتشر. لو اخترت حاجة اسمها ايديت هول تكست لو عندي نص عايز اعمل له تعديل، الت تكست انا اسف تكست. اللي شرح النهارده ده الحته اللي انا شرحتها لحد الان شرحتها بالتفصيل برضو زي ما شرحتها في الوورد والاكسل، المفروض تكون اتحفظت مع الناس. شرحنا قائمه فايل، شرحنا قائمه هوم وانسرت، اخذنا السلايد والتيبل والايمج الصور تمام. انا هكده النهارده تمام. مش عايز اطول على الناس اكتر من كده، الفتره دي فتره امتحانات على اغلب الطلبه، فبديلهم محاضره بسيطه علشان برضو ما اطولش عليهم بحيث الناس تقدر تعمل استرجاع للحاجات اللي اتشرحت خلال المحاضره. انا كل على فكره الحاجات اللي بشرحها دي المفروض الناس تكون عارفاها، لان الحاجات دي اتشرحت قبل كده في الوورد وفي الاكسل، فانا بشرحها تاني برضو للناس اللي بتحضر لاول مره، بشرحها تاني برضو للناس اللي هي مش فاكره اللي نسيت. هاي هندسة احنا لسه ماشيين واحدة واحدة، يعني كل حاجة تتشرح. احنا قلنا في الباور بوينت هنشرح قائمة انسيرت وديزاين اللي هي عرض الشرائح اللي هو ديزاين تصميم، هنشرح الترانزيشن وهنشرح الانيميشن، لسه على السلايد شو والريفيو والفيو ده كلها هتشرح بالتفصيل. وزي ما قلنا هناخد مع بعض ازاي نعمل عرض انيميشن على الباور بوينت، وازاي نعمل اللي هو ساعة الايقاف او مؤقت على الباور بوينت اللي هي العد التنازلي،
وهنعرف ازاي نعمل شخصيه كرتونيه على الباوربوينت، وازاي اعمل حاجه اسمها انفوجرافيك برضو على الباوربوينت، ازاي اعمل تصميم على الباوربوينت. الحاجات دي كلها لسه هناخدها ان شاء الله. تمام يا هندسه، انا كده خلصت، ف لو في اي حاجه معاكم ان شاء الله. اتفضل يا هندسه.